صباحكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا يا مرحبا فيكم في صباح جديد وساعة جديدة في صيف البحرين. وصباح الخير حمد. صباح النور إيمان. صباح الأكواب الجميلة. شفايف بلا تقويم شايف. ليش بالعكس ترى والحمرة حمرة بعد. أسعد الله صباحكم مشاهدينا. ساعة على الهواء بنستعرض فيها محطات متنا وعلى صباح يوم الأربعاء الفنانين المبدعين أعمالهم تتكلم عنهم دائما ومثل ما نشوف في الاستوديو شيء وايد حلو وكالعادة فنون ومعانا بعد فنانة. اي صح يعني محمد ما يزال يمكن الخزف من الفنون الجميلة في مملكة البحرين واللي دائما يحافظون عليه لأن الكثير من الناس أن يكملون ديكور منازلهم وبيوتهم قطعة يمكن من أنواع الخزف الموجودة يعني في هذا الفن. طبعا اليوم معانا الفنانة فنانة الخزف إيمان الغسرة متخصصة في فن الخزف ولها بصمتها وتفردها في هذا المجال وبتخبرنا عن قرب عن جوانب عالم فن الخزف في هذا اللقاء. صباح الخير صباح إيمان. شلونك؟ بخير الله يسلمك. اليوم عندنا اشياء حلوه وايد اشياء حلوه واكواب متنوعه ومختلفه. يمكن ايمان في البدايه دائما الخزف بده يصير يعني شيء حلو يكون في البيت يزين البيت. صحيح. فش قد هالشيء مع تطور الـ يمكن الديكور في البيت والستايلات ايش قد هذه الخزف صار مهم في البيت؟ فعلا مثل ما تفضلت الخزف صار شيء اساسي اصلا في البيوت. احنا اذا بنتكلم عن الاكسسوارات خلينا نتكلم على الاساسيات اولا. في البيوت التايلز او البلاطات هذه اصلا صناعه خزف. صحيح. يعني اللي تكون سواء في المطابخ او انتم بكرامه في الحمامات وحتى كل اكسسوارات الحمام هذه اساسيه تكون من الخزف. ومن ثم مثل ما تفضلتوا اللي هي تكون ادوات المائده هذه تكون من الخزف وحتى الجداريات الشمعدانات التحف. يعني صار الخزف فعلا جزء لا يتجزأ من في كل بيت. اي جزء لا يتجزأ من ديكور المنازل. يعني ودي اسالك ايمان اليوم ذكرتي حتى يمكن ادوات المائده نفسها او الاكواب او غيرها من الصحون نعرف يمكن هذه النوع من الخزف او التحف الخزفيه عشان تمر انها تكون على مائده الطعام لازم تمر بعد في مراحل صح بالضبط. عشان تكون صالحه وسليمه بالضبط. فشلون ممكن نحول القطعه الفنيه انها تكون يعني تستعمل للاكل قابل للاستخدام وآمنة من حيث هو التناول. طبعا هو الجليزات أو الطلاءات الزجاجية نوعين. طلاءات زجاجية بتكون آمنة إلى الطعام اللي هي safe for food والطلاءات بتكون غير آمنة لاحتوائها على مركبات اللي هي خطيرة نوعا ما مثل الرصاص. فهذه لازم أتأكد قبل ما أستخدم أي طلاء أشوف التعليمات اللي عليه إن هي صالحة أو غير صالحة. فتفرق طبعا لما أسوي منتج استخدامي إلى الأكل غير عن منتج بستخدمه فقط إلى ديكور أو إلى الزينة. لازم أراعي هاي الموضوع. يعني إيمان أقدر أشرب الحين في ذيلكم تقدرين آمن وأقدر أشرب فيه. والله زين يعني شكله ما شاء الله كنا تحفة. لازم نتأكد الشنب بعد موجود. يمكن إيمان بس أكواب شنو الأشياء اللي تسوينها دائما يعني أكواب صحون احس روحي اكثر شيء هاي الفتره الاقبال على الاكواب. الاكواب بكثره سواء حتى للمطاعم للكوفي شوبس في طلبات على الاكواب اكثر شيء. واسوي صحون واشوف نفسي اكثر شيء في المنتجات الاستخداميه. يعني شيء استخدمه احب اسويه يكون هم يطلبونه مثلا المحلات تطلب ستايل معين شكل معين بالضبط. ولا انت بعد يعني طالعين من عندك افكار؟ اي هذه الافكار من عندي بس بعد يجيني طلبات على اشياء كاستوم اللي هي تكون عليها لوجو معين اسم معين على حسب الناس شنت. انا عجبني ذي وحتى عجبني لونه يعني الازرق تركواز. اي وايد حلو ومن داخل بعد لون ثاني اصفر حطيته يعني على اساس يتناسق مع الصينيه اي سويت ان الخارجي ايوه تركواز وداخل اصفر نفس البلاطات اللي حبيت انه لونين يعني هاي بروحه ياخذ منك شغل ايمان يعني عاده عشان تركزين على اللون اللي داخل واللون اللي برا. هو الجليزنج ما ياخذ مني وقت اللي ياخذ وقت التشكيل. مرحله التشكيل هي اللي تاخذ وقت وبعدها الجفاف ومن ثم الحرق الاول. طبعا الحرق الاول يكون عند درجه حراره 950 في افران خاصه
وبعدها نعطي هاي اللون طلاء الزجاجي ونرد ندخله حرق ثاني عند درجة 1000 وأكثر حسب. يمكن إيمان يعتبر الستايل حتى يعني تصلح حق تكون فازة لو شوية أكبر يعني حتى صحيح. غير الكوب صح ممكن أن تزينينها كفازات بعد في البيت يصير إيه. بس شنو المادة اللي تحطينها داخل عشان تكون مثلا تصلح للأكل في النهاية هو جليز طلاء زجاجي شفاف هاي ما حطيت أي لون داخلي يعني اعتمدت أن اللون الأساسي يكون حق الطينة ولكن عشان يكون صالح إلى الشرب خليت طلاء شفاف. حلو. أنا ودي أتكلم عن هذه القطعة. الشنطة. هذه جداً يعني من دشيت وأنا أقول حق حمد عجبتني. حلوة. شلون اشتغلتي عليه؟ هذه الشنطة عمل مشترك بيني وبين فنان الخشب علي رستم. فكرنا إن إحنا نسوي منتج مشترك مع بعض. ندخل الخشب مع الخزف. والحمد لله وفقنا من فوق من فوق لا لحظة بطليها عشان هاي عمل مشترك يعني خشب وانتي رسمتي يمكن عليها وحطيتي بعض قطع الخزف اللي هي موجودة سويت التايلز خشب طبيعي والخزف اللي هو بعد طين طبيعي سويتهم وداخل جلد طبيعي صح الحين انت استعملتيها كشنطه يعني جايه فيها اليوم ترى ما شاء الله يعني شنطتك فخليت لونين لون الاسود على اساس حسب لبسي شنو بلبس احطها قدام لا يعني قطعه حلوه اتوقع البنات يعني بيهبون فيها هالفتره يعني والحمد لله جت عليها طلبات في اقبال عليها عرضناها في الانستغرام وجت عليها طلبات حبيت يعني دمج نوعين من الفن الخشب مع الخزف بالاضافه الى الجلد فانا هاي الشنطة صراحة منتج افتخر فيه لأن أحب الدمج بين الخامات يعطي غنى إلى المنتج يكون المنتج غني وفي النهاية منتج بحريني صح. أيادي بحريني 100% والحلو أن ستايل جديد ودائما الناس تحب تغير الناس في شيء تحب الأشياء الجديدة الهبة الجديدة والبعض لما تشافها يفكرها أنها ثقيلة يعني شفتيها شلون في المسكة خفيفة وايد خفيفة يعني يمكن يشوفونها أنها هي خشب وخزف وداخل الجلد يحسونها هي ثقيلة بالعكس يعطيك العافية والله حبيت هي يمكن لو بنصنع أكواب أو حتى فازات وتخليها بشكل قوي ما يعني شيء ضد الانكسار بطريقه تكون اقوى يعني ممكن ان هذه تنكسر شنو الماده اللي تحطينها عليها انها تخليها تكون اقوى شوي طبعا الفخار هو يكون ضعيف انا ما جبت اليوم مثال حق الفخار ولكن الكوب من تحت هذا فخار اي صح اي وسهل انه يتغسل ما هذا اي سهل هذا الأصلي أوكي فلما يكون الجسم فخار يكون أضعف أنا أعطي هذه الطبقة الزجاجية على أساس تعطي قوة وصلابة تماسك أي بالإضافة أن الحرق يعني الحرق الثاني هاي عند درجة حرارة أعلى يكسبها هاي القوة وهاي الصلابة فيكون يعني أكثر تحمل إلى الصدمات يماش بنسوي اليوم إحنا مجهزين أشي حق المشاهدين اليوم بنسوي كوب بما أن اليوم العرض أكواب زين فبنسوي كوب هاند ميد وممكن أعرض الخطوات حق المشاهدين أن يطبقونه في البيت وطبعا اي استفسار اي سؤال انا متواجده في الانستغرام للي حاب يسال ويتابع في النهايه انا بعد ترى مدرسه صح يعني احب اعلم وانشر هاي العلم بما انه علم فريد في البحرين صح فلا مشكله اللي حاب يستفسر اللي حاب يسال يتواصل معك على انستغرامي ايمي فما في اي مشكله لو اي احد عنده اي سؤال الحين ما احنا بنسوي كوب صح إيه؟ خلينا نتكلم عن الادوات اللي نحتاجها عشان لو بنشتغل في الكوب بحتاج اللي هو سطح خشبي هاي اي سطح اقدر اخذه من اي مكان ادوات بيع ادوات المطبخ او شيء كذي سطح خشب دعامتين يكونون سمكم 4 ملي تقريبا ما يزيد اوكي هذه أي نجار ممكن يسويها هاي الدعامتين أوكي بحتاج له هي أداة الفرد هاي بعد في أدوات المطابخ ترى أدوات الخزف نفس قسم المطابخ تطبخ يعني تطبخ
إنزين بحتاج قطاعة حتى بعد أقدر أستخدم سكينة، سكينة المطبخ عادي، قطاعات بعد من قسم المطابخ والكيك. إيه والكيك بالضبط. بحتاج هاي بعد من قسم تزيل الكيك أتوقع إيه صح، الملامس أي ملمس أقدر أستخدمه هذا. ممكن حتى عندي قماش في البيت مستغنية عنه في ملمس عشان يعطي شكل، يعطي التكستشر هاي على الطينة. فالحلو في الخزف انه حتى لو اشياء في البيت ما تحتاجها تقدر تسوي لها ريسايكلينج. اي يعني مثل ما تقولين ما في حدود للابداع اللي تقدر تسويه. بالضبط. يعني انا للامانه اي شيء عندي استغني عنه في البيت ما ارمي، وفعلاً يجي اليوم اللي أستخدمه في عمل ويطلع لي إفكت حلو. يلا ما خلي ابتدي، أنا متحمسة صراحة بشوف تشتغلين على هذا الكل. أول شيء عندي قطعة طين بفردها، طبعاً قطعة الطين تكون عندي في البداية كتلة عجينة، لكن وعقب أفردها وأخليها بشكل متوازي دعامتين وبفردها بهاي الطريقة بأداة الفرد إلى ما تصير عندي مسطحة شريحة سيدة. عندي بعد أي كرت أقدر أسوي له ريسايكلينج، شيء منتهي عندي في البيت أقدر أستخدمه، أو في بعض المكتبات تبيع هي الأدوات الخاصة بالخزف، ولكن أنا أحب هذه تكون أقوى. فأتأكد أن شريحتي مضبوطة وما فيها نوع من التكتل، تكون سيدة. طبعاً شنو الغرض أني أخلي هاي الدعامتين؟ عشان أحصل على سمك متجانس. أوكي هاي السمك أنه ما تكون عندي أماكن نازلة وأماكن مرتفعة، فيكون عندي جنس يعني سمك متجانس واحد. شنو بسوي؟ بقطع اللي هو أول شيء هاي الجسم الشريحة هذه أول شيء بقطعها. بيكون عندي مسطرة تحتاجين مسطرة؟ يمكن نسيتيها؟ لا موجودة لأن طلعتها قبل شوي. هيا ساعدتك. أنا يا سعدش بس أخوف أخرب عليك القطعة. لا بحتاج المسطرة أوكي عشان القطع، بس مو مشكلة نقدر نستعمل الكرت اللي موجود كمسطرة. الكرت تقريبا بيكون حجم الكرت مالي هني. بالقطاعة بحدد طبعا الطول اللي نحتاجه. ما بسوي شيء عود، شيء بيكون مناسب و عشان يكون عشان يكون مستقيم ومع يعني حجم معين. ما تشرب هني وتحت هناك خلاص بدنا نفهم حمد في البال. اوكي نفس الشيء هذه الجهة بقيس يعني شوية فيها هندسة الموضوع شوي، بما انه ماج يعني ما تبي مكان شوي معفس، تبين يكون مرتب ومتوازي ومتساوي. يعني تشوفوا الحلو في الخزف حتى لو اداء عندي ناقصه اقدر اتصرف. صح. واتوقع بعد يمكن حتى لو اختلفت الابعاد شوي ممكن يطلع هاي ستايل اصلا. يعني هو ترى الهاند ميد الحلو فيه كذي. أيوة. ترى في ناس تطلبه عشان هاي عدم الكماليه. أيوة. اللي فيه. بحدد أول شيء وبعدين بقطع. إيمان بتسوين كذي إن شاء الله؟ بسوي حين أنا قاعد أتعلم. جربت كل شيء في هالفقرات. بالذات في هالستيج نتعلم كل شيء. يعني يمكن إيمان جاتنا في الحلقات السابقة وتكلمت حتى على موضوع يمكن الفازات الكبيرة والعمل عليها وغيرها. اليوم قاعد تعلمنا شلون نسوي كوب. يعني أنا أتوقع العملية سهلة إيمان صح؟ يعني الكل يقدر يسويها، ما فيها وايد ديتيلز وما فيها وايد أمور. بالضبط. هي مجرد أساسيات. بالضبط أساسيات نمشي عليها وبيطلع معانا ماك حلو. وشي حلو انك تسوي الشيء حقك انت. الحين انا سويت اللي هو هاي الجسم، بسوي القاعده اللي هي الدائره اللي تحت. شلون بسويها؟ شريحه ثانيه بعد وببتدي شنو؟ نفس الشيء هذه القطاعه بشكل دائري. القطر مالها 8 سنتي.
وبنزلها بهذه الطريقة. هاي قاعدة الكوب. قاعدة الكوب وبشيلها. يعني هذه الأساسيات إن أنت تقطع يمكن الكوب بعدها قاعدة الكوب. سوي القاعدة. وناس ما قالت إيمان كل الأدوات اللي نحتاجها من قسم المطبخ. أتوقع في كل بيت فيها الأغراض يعني. ما توقع يعني ما بيكون في بيت في أي شيء. في كل بيت أنا ساعات إذا مثلاً عندي أداة ناقصة أروح للمطبخ. خلاص. بس تخلص عقب تصير حق الخزف ما رد أرجعها للمطبخ. عيلي إيمان إحنا بخليك تاخذين راحتك وتجهزين الكوب وبنرجع لك أكيد عشان ناخذ منك التفاصيل والخطوات ونشوف الشكل النهائي. نرجع لك اكيد ايمان. مشاهدينا خلونا ننتقل حق فقرتنا الاسبوعيه المختصه بالاسكان. مشاهدينا تعد مدينه خليفه احد اهم النماذج الاسكانيه المميزه لمدن البحرين الحديثه بما تشتمله من مرافق وخدمات استطاعت ان تقدم الاقامه المميزه للقاطنين فيها. مزيد حول هذه المدينه في سياق هذا التقرير. تعد مدينة خليفة أحد أهم المدن الإسكانية النموذجية في مملكة البحرين لتواجد الشواطئ ومساحات مخصصة للحدائق العامة، كما تربط بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسر، حيث جاء تصميم المدينة لتكون موصولة بعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المدينة وزوارها. كما تتوافر في المدينة عدد من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية ومحطات توقف السيارات والنقل العام، بالإضافة إلى توفير محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات للقاطنين أو للزائرين لها. إن مشروع مدينة خليفة يعد أحد أهم المشاريع المدرجة ضمن برنامج وزارة الإسكان تنفيذاً لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع عودة افتتاح برك السباحة. في معلومات مهمة لازم نعرفها كمرتادي برك السباحة العامة والخاصة، وعشان نعرف هذه المعلومات معنا في الاستديو خبيرة تعزيز الصحة الدكتورة أمل الجودر ومدربة السباحة الأستاذة نورهان طارق. صبحكم الله بالخير. يا هلا يا مرحبا فيكم ونورتونا. صباح الخير دكتورة، نورتينا مرة ثانية. الله يخليك. الله يسلمك. يمكن بتكلم عن يمكن المشاكل الصحيه اللي ممكن تحدث في برك السباحه اذا يعني ما التزمنا بالاشياء الاحترازيه، كلمينا عنها. اوكي. المشاكل الصحيه اللي ممكن تصير ببرك السباحه يعني لازم نقسمها الى يعني خلينا نقول تصنيفات. التصنيف الاوليه او الصنف الاول ده هي من البركه نفسها، ان تكون البركه مثلا مو من نظيفه، مو مفلتره، الماي مثلا نسبه الكلور مو مضبوطه، نسبه البي اتش اللي هي درجه القلويه والحمضيه مالت الماي وحسب المواصفات المطلوبه. وبعدين من الناس اللي مرتادين في البركه، يعني لو كان احد فيهم شخص مثلا مصاب، خلينا نقول ابى اطمن الناس بعد عن الكورونا. الكورونا ترى ما تنتقل، يعني ما في دليل علمي يعني على حسب موقع مكافحه الامراض في الامريكا او منظمه الصحه العالميه ان يعني ماي السباحه او بركه السباحه بحد ذاتها ما تنقل فيروس كورونا، لان الكلور اللي ينحط ودي ممكن لكن شنو ممكن عليها. لو في شخص مصاب بالكورونا وهني صار بيني وبينه احتكاك، او انه صار انه هو مثلا تعرضت الى مثلا سعال، او انه لامست اغراضه الشخصيه وبعدين انا لامست انفي او فمي، هني ممكن ينتقل الفيروس كورونا. يعني حال الارض أو يعني الأشياء المسطحة، خلينا نقول الأشياء المسطحة دي، أو إنه هو استخدمت أغراضه، أو إنه هو يعني مثل قصدي يعني في البرشة أو برا على البرشة نفس الطريقة الانتقال. علشان كذي
التباعد الاجتماعي وايد مهم حتى في برك السباحة. بالعكس برك السباحة حتى خلوها أنه يكون كل 4 متر حق شخص واحد حق برك السباحة. تم أكيد تجهيز برك السباحة خلال هاي الفترة. ننتقل لك يعني نورهان، نبي نتعرف أكثر عن فوائد يمكن الصحية من رياضة السباحة بشكل عام. بسم حضرتك، هي رياضة السباحة مش بس لها فوائد صحية، هي كمان لها فوائد نفسية في النفسية والجسدية. يعني مثلا لو هنيجي نتكلم في الناحية النفسية، هي بتعالج الأرق. يعني في ناس كتير بتشتكي من الأرق، مثلا يقولوا أنا عايز علاج للأرق. لو هو تعلم السباحة موضوع الأرق ده هينتهي تماما. النوم مثلا، ما بتعالج النوم، الواحد مش عارف ينام بالليل. لا، لما بيجي لي ناس يتمرنوا سباحة بتلاقي عملية تنظيم النوم عندهم اتنظمت تماما. بتساعد على الاسترخاء. كمان مثلا لو هنتكلم من ناحيه اللياقه البدنيه، هي السباحه اكتر نوع رياضه بيكسب الجسم الليونه والمرونه. بتكسب الجسم العضلات. لو هنتكلم مثلا من ناحيه الصحيه، اي حد بيشتكي من التهاب المفاصل، السباحه بتقضي على موضوع التهاب المفاصل تماما. وحتى لو حد يعني عنده مثلا يعني عمل حركه غلط في الميه، ده مش بيأذيه. يعني ممكن اي رياضه ثانيه لو عملت فيها حركه غلط، لا السباحه ما بتأذيش حتى لو عملت فيها حاجه غلط. وبتعالج التهاب المفاصل، بتزود العضلات، بتكسب الجسم المرونة، بتزود النفس، بتزود من عضلات القلب والرئتين، بتحسن من عملية التنفس، بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. فيها ما شاء الله وايد كتير فوائد. يعني أنا لو قعدنا نجمعها مش كتير فوائد بتزبطها السباحة. حتى أنا كمان بنصح الأهالي مثلا أولادهم في سن المراهقة وكده، إنهم يخليهم يروحوا بالذات رياضة السباحة، لأن هي بتكسب بالشخص، بتدي له قوة وثقة بالنفس. يعني بالذات للسن ده اللي هو سن المراهقة، أنا بنصح الأهل إن هم يخليه أهلهم يتمرنوا سباحة. وهي أصلا يعني ملهاش سن، يعني من صغر، يعني ممكن من 4 سنين لحد. أنا في ناس كتير يقولوا أنا خلاص أنا كبرت أنا مش هقدر أتعلم السباحة. لا، هي ملهاش سن. أنا لسه بتعلم سباحة، دربني. أهم شيء لازم دوري دكتور. ملهاش أي ما خاطر خالص، وممكن في أي سن، لأن هو الناس مفكرة كلها إن السباحة السباحه اللي هي التنفسيه. لا، ما في اللي هي السباحه الترويحيه. يعني انا ممكن مثلا اروح بس اتعلم اساسيات سباحه عشان لما انزل اروح البحر، انزل بركه مثلا غزيره، اعرف اعوم. الموضوع ده بيقدر انا اعلمه بكل سهوله، او يقدر اي حد يعلمه بكل سهوله، انه ما بياخدش فتره طويله، واي حد يقدر يتعلمه ايا كان سنه. يعني صح. يمكن دكتوره ناس او نورهان، يمكن اللي كنت بقول انه موضوع ان السباحه، بضيف على موضوع ان علاج بعد لكثير من الاصابات، في صح. حتى الرياضيين دائما يروحون ثيرابي حق السباحه. فيمكن شلون بديتي انت مسيرتك في السباحه، شلون يعني تعلقتي فيها؟ هو الموضوع جاء من صغري، من وانا عندي 8 سنين. الموضوع جاء من قبيل المصادفه كده، ان انا المكان البيت انا ساكنه فيه كان تحتيه نادي الكشافه. انا من اسكندريه من مصر. فكان تحتيه اللي هو نادي الكشافه ده، كانوا بيدربوا فيه في المسبح وفي البحر. فانا كنت دايما بشوف الاطفال بيتدربوا فرق الزعانف والمونو من البحر، فانا يعني كنت عايزه ابقى زيهم. رحت قلت لبابا ان انا عايزه اتدرب زيهم، فاشترك لي. من هنا حبيت الموضوع جدا، وبقت هي دي كل حياتي. يعني السباحه هي كل حياتي، رياضتي المفضله. واسكندريه بعد اسهل شيء تسويه، يعني البحر والبركه موجوده، الجو الحلو والبحر. ما في شيء اكيد هاي اول شيء تسوي، صح. فمن هنا اشتركت وزرت على التمارين لحد ما وصل عمري 18 سنة وأنا في موضوع رياضة السباحة. بعد ما وصلت 18 سنة كان المدرب بتاعي شايف فيا ملكة تدريب السباحة، توصيل المعلومة، فكان يخليني أساعده في التمارين والتدريبات وكده، يخليني أدرب الأدلس عنده من السيدات. فلا ناس كتير شكر هنا بوصل المعلومه، بعلم كويس. فقلت خلاص انا اخلي ده هو الكارير بتاعي، هذه تبقى وظيفتي، هو ده هدفي، هوايتي ومصدر رزقي. فمن هنا بقى ابتديت المشوار، ورحت اخذت دوره معلم سباحه ودبلومه غوص وانقاذ، واشتغلت مدربه سباحه. ويقول لك احلى شيء اللي امه وابوه راضين عنه، انه يلاقي له شغله يحبها، شغف فيها، وشغف فيها ويشتغل فيها ويحصل فلوس. يعني شيء تحبه وتحصل رزق منه، خلاص ما في احلى من ذي. يعني وانت تسوي الشغل تستمتع فيه. وصراحه يعني عندها يعني وانا حلين تدربني اقول له تعيل وزيد بس خلاص. عندها ما شاء الله طولات بال، خلاص متعوده. دكتوره بدي اتكلم وياك اكثر، كيف يمكن وقايه من المشاكل الصحيه عند استخدام برك السباحه؟ هذا موضوع مهم. احنا قلنا مثلا الماء ممكن ينقل الماء اي مرض مثلا، فانا يا اني اشرب ماء،
يا اني يدخل في خشمي، يا ان المي يلامس جلدي وبالتالي ممكن تسبب لي طفح صح. جلدي او يسبب لي مثلا امراض في الجهاز التنفسي او في الجهاز الهضمي الى اخره. فاول شيء لازم تكون الكلور، نسبه الكلور من 1 لـ3 لكل مليون جزء، يعني معروفه المعادله، والناس اللي عندهم برك سباحه او عندهم يعرفون هاي الاشياء، وحتى اللي الشركات او الجهات اللي تنظم لهم هذا الشيء. وبعدين في أجهزة خاصة تقيس نفس الشيء درجة الحموضة القلوية، مفروض تكون هي من يعني 7.2 إلى 7.8، وممكن يعني فهي كان على حسب المنظمة دي، بس البحرين حتى مخليتها من 6.8 إلى 7.8. المهم يعني تكون يا حمضية ضعيفة بس اتجاه قلوي أكثر. بعدين عندك ان انت لازم ان تشوفين يعني اذا في شخص مصاب مثلا مرض جلدي، مصاب باي مرض سواء كان يعني عزكم الله اسهال او زكام او غيره، مفروض ما يدخل البرك السباحه. الان يعني انا حتى انا يعني انا عندي في الدره مارينا شقه، فعندنا البركه الكبيره ذي اللي وحنتهم فاتحينها يعني، فيكون لنا الحرارة حتى قبل أن ندخل عشان يتأكدون توقعين إقرار أن أنت مثلا ما كنت مسافرة في هالفترة ما كان بي. فهذه التسجيلات أيضا ضرورية وهذه مشترطة يعني وزارة الصحة والصحة العامة مشترطة هذه على كل برك السباحة اللي هي تؤجر. ونعرف أن احنا حتى في بداية المسألة يعني في ناس صارت تخاف حتى تروح البركة وأن تأجر تخاف من هذه الشغلة. أنا أقول إذا يعني طبعاً إذا الواحد عنده بركة خاصة في بيته يعني طبعاً نعمة من الله، وهي لبس حق أسرته الصغيرة، بالعكس متأكد هذه منها. متأكد منها وما حد يدخل قريب عنده، فهذه يعني أنسب وقت حين صيف ولا في سفر صح. ما في إلا يعني فعلاً هي تكون متنفس الوحيد يعني يمكن حق العيلة الوحيد يعني في هذه الحر وغيره. فإذا أنا مثلاً تأكدت أن الناس اللي داخلين إذا المساحة بيني وبين أي شخص ثاني ما شارك أدواتهم يعني إذا بعضهم بعض أسطح السباحة مثلاً لازم يتشيك الكلور، يعني إذا كانت بركة تدي مرتين في اليوم مرتين. إيه يعني إذا كانت اللي هي عامة يعني بس إذا كانت خاصة في البيت إيه؟ لا خاصة لا. بعدين مثلاً الأسطح أتأكد أنها كلها معقمة نظيفة، مثلا اذا كانت في حمامات عامه حق تبديل والتسبيح بعد اتاكد ان التعقيم متوفر فيها نسبه 70% من الكحول، يعني مثل حاله حل اي مكان ثاني اي مكان صح. ثاني اذا في كراسي دار مدار البرشه مثلا سواء في الفنادق سواء في المنتجعات لازم ايضا بعد يراعون فيها مساله التباعد الاجتماعي. يعني هذه اشياء اللي هي خلينا نقول الاساسيات، انك تتاكد من التباعد الاجتماعي في كل محطه من محطات البرشة او يعني دار مدارها، تتاكد من التعقيم، تتاكد من نسبه الكلور، تتاكد من نسبه البيئات، والناس اللي داخل البرشة كلها ما فيها شيء، فما في الا الخير. استانسوا وعيشوا حياتكم وحافظوا على التعليمات وخذوا الاجراءات. اذا انتم برا البركه يمكن تلتزمون بالكمامات بعد على اساس ان هذه احتياط، وان شاء الله كل شيء بيكون تمام التمام وما في الا العافيه ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن انتقلت بعد نورهان، يعني يمكن شنو الاشياء خلال تدريبك انت شنو اخطر الاشياء اللي شفتيها يعني شايعه هالفتره، وشلون نقدر نسوي البرك اكثر امان بعد تكون اكثر امان؟ هو بس هو اهم حاجه نسبه الكلور، يعني في انا مثلا برك بنزل فيها بلاقيهم حاطين كلور اوفر، يعني انا بشمها. في طلبه بعد ما بيخلصوا تدريب السباحه ويطلعوا عليهم بيحطوا شنو اثر زياده كلور، شلون تعرف لو انت بقى انا بشمها انا بشمها وبحس بيها، يعني حتى عينهم بتحرق العين صح بتحرقهم العين تصير. انا مره سالتني التهاب في العين وسبب الفكره ان انا عشان ادخل السباحه احط كلور وخلاص يعني القرنيه عندي صارت فيها شويه بسبب الكلور بس خذت يعني فتره وطابت. وكمان المفروض يعني انا شايفه انه في اي حد لو مثلا بيشتكي من الصدفيه او اي مرض جلدي ما ينزلش المسبح، هو يسأل الدكتور الأول، لأنه ممكن لو هو عنده مرض جلدي ينتقل لشخص تاني لو هو معاه. هو بس هي موضوع في نسبة الكلور دي لازم نخلي بالنا منها، لا هي مش أوف مش أنا أحط كلور وخلاص أنضف بيه الماء، لا لازم شركة خاصة، في شركة خاصة مختصة بتنظيف السباحة بتقيس نسبة الكلور دي زايدة قلة لا أنا أزودها كده البركة
وهذا هو من هو من 1 لـ3 لكل مليون جزء. هذه بيبان في جهاز بيحطوه في المايه بيبان نسبه الكلور دي عاليه ولا قلة كده. مش احط كلور يعني احنا وخلص. نقول حق المشاهدين ونقول حق كل الناس ان يعني التزموا بالتباعد، التزموا بالاجراءات، وبعد لازم تعرفون البركه اللي بتروحون لها او يعني بالضبط. مكان السباحه اللي يكون امن ويعني اكيد ياخذون هذه الاجراءات والالتزامات. واذا مؤجر اذا من النوع انت تتاجر حتى ياخذون شهاده من الصحه العامه يعني في شهاده في شهاده ان هذه انا دائما بعد كل يتغير مثلا الكلور الماي الامور هذه تتعقم عندها الترخيص ان حق هذه تؤجر يعني آه. مارسوا رياضتكم الحلوة صح. رياضة السباحة بأمان. بس بأمان أكيد مع يعني نشكر تواجد دكتورة أمل جونيور أكيد نشكر تواجد أستاذة نورهان بينتوا لنا معلومة مهمة ألا وهي يعني في اشتراطات معينة صح. الحين موجودة في برك السباحة. كل الشكر لكم ونورتونا ويعطيكم العافية شكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي محطاتنا في صيف البحرين، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. حلو ان الطفل يبتدي في مشروع الخاص من عمر صغير، والاهم انه يكون مشروع متميز وهو يكون حاب هذا النوع من المشاريع. واليوم معانا صاحبة ياسمين مشروع ديزاين، طبعا ياسمين الرحمة اللي هي اليوم بتنورنا وبتتكلم معانا عن هذا المشروع اكثر. صباح الخير ياسمين. صباح الخير. صباح الخير ياسمين. اشياء حلوة احنا دائما نحب يعني نستضيف اللي يعني صغار في السن وعندهم شغف وعندهم مشروع حلو، وانت مشروعك صراحه وايد حلو. يمكن انت متواتره كنتي في البدايه، لكن اللي تسوينه صراحه يعني جميل وايد حلو، المفروض يعني تنطلقين. انا اقول لك شكرا. فاول شيء فكره مشروعك شلون، وكلمينا عن المشروع. مشروعي يعني عباره عن شيئين، التاي داي كيت والتاي داي اللي انا اسويه. يعني التاي داي كيت تطلبينه وانت تسوينه حق روحك في البيت تلونينه كامل، بس التاي داي بروحه انا اسوي لكم اي ما انت تبون. ويا حلو يعني في نوعين من الاشياء، في اللي انت تجهزينه وفي للشخص. انا ودي ابطل ذي البوكس، طبعا اقدر اطلب ذي البوكس ويني للبيت صح. والله حلو البوكس بعد. حابين تبطلين كيس؟ انا احب ابطل الهدايا. يلا بس زين سهل، دائما تقولين لي انت بطل. اي هالمره اوكي. هالمره انا سهل. حبيت مرتب. كيوت حبيت. اوكي يلا خرخش وايد على المايك. الله يعيني من معصومه. هذه التي شيرت وفي هذه الاشياء صح؟ الوان. في الوان خلا اطلعهم. هم ذلين الالوان. اي لازم تحطين فيهم ماي بعدين. فيهم ماي واخلطهم. حلو في اكثر من لون يعني انا لاحظت انت حاطه عليهم اساسا الالوان من فوق صح؟ 5 الوان وكل لون مختلف، وحبيت ان انت شرحت لهم الفكره من خلال. اوه اشوف حبيت حبيت وطريقه ان شلون هم يلونون والديكوريشن حق التي شيرت يعني. الله حلوه والله هذه الفكره، انا شفتها وايد واحسها صعبه صح ياسمين ولا تحسينها سهله؟ حقي سهله يعني بس يو تاخذينه إيه؟ وتطبقينه. اي بس تحطين الالوان وتنتظرين لما يجف ما تبطلينه. بس يعني تختار انت اللون اللي تبيه والشكل اللي تبيه. اي يعني انت بروحك تبدا مثل يعني ما نقول يعني ما يصير ما في تغلطين. ما يصير تغلط لان اي شيء بيطلع حلو صح؟ إيه؟ لان يمكن بس تحط الالوان يعني مثل ما نشوف هنا في سامبل. ايه تيشيرت اتوقع مجرد بتحط عليه الالوان واي شيء بيطلع صح. ايه حلو بيطلع حلو صح. في اكثر من نوع تشوف حمد يعني يمكن النوع اللي عندك غير يعتمد على شلون بتربط التيشيرت. الحين فهمت الفكره. سهل. شوف انا دقيقه واحده شفت الاوراق وعرفت شلون ممكن نسوي. ياسمين تشوفين هذه البوكس وايد بنات يحبون يشترونه وايد يعني وايد ناس يحبون يشترونه يتفاعلون. شلون تشوفين الاقبال؟ الاقبال يعني موجود كبير وواجد الناس يحبون يشترونه لانه يستانسون و في السوشيال ميديا شو يقولون عن شو يقولون شو يتكلمون؟
أكيد تحطين الصور ساعات في الانستغرام وتعلمينهم طريقة إنهم يشتغلون عليه. تحسين يسألونك وايد أسئلة يبون يتعلمون. يسألون أكثر. يسألون إذا شلون نسوينه، شلون نحط الألوان وكذي. فحلو. من وين يمكن تعلمتي هاي الأشياء؟ أنا أول شيء كنت أعرف شلون قبل كنت أسويه، بس بعدين قلت أبى أبيعه. كنت أبى أسوي مشروعك الخاص. إيه. فابتديتي بهذه الفكرة، وهذه الكيسة شنو فيها حمد؟ خلينا نشوف شنو داخل. أنا أسهل. هاي اللي أنت تسوينه جاهز. آه هذه الجاهز. آه خلينا نشوف شنو شكل الجاهز. إيه الله هاد بطلع. هذه جاهز أنت تسوينه وتشتغلين عليه. حلو والله. يعني إحنا نقدر نسوي هالتيشيرت بروحنا. إيه. وإذا نبي إحنا نشتغل عليه أو إذا نبي جاهز أنت تسوينه. أتوقع الحلو وايد في إنه يعني صيفية وإحنا في الصيف. ستايلات كلها صيفية. إذن أنا الحين أنا ودي أنا بشرح الفكرة حق المشاهدين، وإذا في شيء غلط ياسمين أنا قلته عدليلي. هو هيك تيشيرت أبيض نفس ما موجود في الكيسة صح؟ أنا أربطه ولا ألونه؟ أول شيء أربطه. إيه أول شيء تربطينه بعدين تحطين. بعدين أحط عليه الألوان اللي هم ذلين، أختار اللون اللي أبيه، هذه اللون الأورنج، أخلطه ويا ماي وأحطه واربطه واخلي له ما يجف. إيه؟ وبعدين بطله يطلع لي بهالشكل. إيه؟ بس شلون تسوي هاي الاشكال؟ تحط التيشيرت ويو دوره من الوسط. إيه؟ وبعدين تحطون الرابر باند. حلو اللي هي حاطه ردي الربطه موجوده. هذه انا راحت عني بي. إيه الربطه عشان ليش سويت شلون سويت؟ لا هو لازم ينربط يعني. الحين انا اللي فهمته الحين من الورقه اللي هي شرحتها وحطتها في البوكس. أوكي. ان هاي تيشيرت ابيض نفس ما هو موجود في الكيسه، اربطه واختار لون واصبه يعني وخلطه وعقب افتحه لين ما يجف ويطلع لي هاي الشكل. ويعتمد اللون. يعني اقدر البس اكثر من لون. الحلو انه يعني في هالوقت بعد بما ان احنا في فترة كورونا صح؟ ايوه وانه قاعدين في البيت، حلو انك يعني تسوي شيء مفيد في النهايه وبتلبسه لانه في الصيف يعني الوان صيفيه في البحر. الوان صيفيه وحلوه. إيه صح بحر، وتونا نتكلم عن بركه السباحه يعني خلاص اليوم مصيف. صيفين. ياسمين اذا انا بشتري منك ذي البوكس ابي اقول لك ابي الوان معينه، تخلين لي الالوان معينه ولا انت تحطي لي مثلا خمس ست الوان انا اختار اللي احبه؟ كل بوكس يجي معه خمسه الوان. خمسه الوان. ثابت الالوان ولا تتغير؟ ثابت الالوان. هاي الالوان ليش زايد الالوان؟ بالعكس خمسه الوان زينه يعني. حلو حق التيشيرت عجبك الموضوع بس. اي هل تفكرين تسوين بعد اشي ثاني غير التيشيرتات؟ اي الحين بس عندنا تيشيرتات، بس الحين قاعدة أفكر يمكن نحط قبعات أو جاكيتات. حلو جاكيتات الحين بعد جاي نشتة ننطر شتة. صح. يمكن خلنا نتكلم يمكن عن الألوان. هل الألوان يعني آمنة حق الناس خصوصاً الأطفال اللي بيشترون هاي الشيء؟ الألوان آمنة للأطفال الكبار، بس هاي الأطفال الصغار افضل ان امهم او ابوهم يكون لازم يكون معاهم شخص كبير يساعدهم. إيه؟ انت تسوين كل التيشيرتات بروحك ولا تحبين مساعده احد وياك؟ امي تساعدني. امك نوجه لها تحيه، موجوده طبعا. إيه. في الاستديو. يوم يعني فكرتي تبتدين بهذا المشروع ياسمين، هل سالتي صديقاتك، سالتي امك ان انا اذا سويته بتساعدوني، تحسين في ناس بتشتري منك؟ لان فكره التيشيرتات حلوه. اول شيء سالت امي لأن أمي عندها مشروع. أوكي. فبعدين قلت حق أصدقائي، قالوا لي فكرة حلوة وقالوا بيشترون مني لأن يبون سبورت. يبون يعطونك الدافع أن تتقدمين أكثر. حلو ما شاء الله. حمد يلا سوي مشروع، خلا دعمك أنا بعد أنا أساعدك. صح هاي الربع لازم ما تتخلين عنهم. لأن هم اللي يساعدونك، لأن يعني اللي يساعدك ويساعدك في بداياتك هو اللي يتم معك إن شاء الله. ودي أسألك أكثر ياسمين، يعني أنا إذا مثلا سويت ذي تيشيرت وحين عندي أنا وجهزته وصار ذي اللون، تقدرين بعد تضيفين عليه ألوان ثانية وعقب يوم ثاني بعد تسوينه، ولا لازم بس مرة واحدة تصبغينه؟ ما أدري لأن إذا تحطينه هاي يمكن the colors mix. يمكن يصير فوق بعض، يصير دمج الألوان ما يصير حلو. صح. أنا كنت بركز على ذي الموضوع لأن يمكن في ناس يبون أكثر من لون مع بعض. إيمان ممكن تلبسين هاي التيشيرتات؟ إي والله لبسه ليش لا، حلو ترى. وتروحين دائما البحر؟ إي أروح البحر.
وحلو خفيف يعني صيفي. صيفي. صيفي مع جينز وشوز رياضة. خلاص. ايه. نفس شوز ياسمين عجبني ما شاء الله. ياسمين مرة ثانية سوي تي شيرت عليه جلتر عشان أنا كنا وزبون أنا أحب الجلتر. أكيد كل الشكر لك ياسمين، أتمنى لك التوفيق صراحة شيء حلو. يعطيك العافية. يعني من عمر صغير واحد يسوي له مشروع كذي. نفتخر في هالشيء. باكر أنت يمكن تودين البزنس في السوق كله يمكن. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك ياسمين ما قصرتي نورتينا، ان شاء الله نشوفك مره ثانيه بافكار جديده ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا اكيد متواصلين معاكم في ساعتنا الصباحيه، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا وراح نشوف الحين إيمان الغسرة وين وصلت مع الكوب. أتوقع أهلا. الكوب جهز بس ما شاء الله. ما شاء الله في أقل يمكن من مش كثر نص ساعة. هو طبعاً مع الممارسة الواحد يكون أسرع. صح. فشنو الخطوات اللي سويتيها أوكي. إيمان؟ الخطوات طبعاً في البداية فردنا شريحة. تأكدنا أنها هي متجانسة سمكها متجانس. بعدها قطعت الارتفاع كان 8 سنتي وحصلت المسطرة. حصلتيها. اوكي 8 سنتي وبعدها قطعت الشريحة اللي هي هذا الجسم. اوكي عقب هذه القطاعة بعد حق القاعدة. اي بنفس الشريحة قطعت القاعدة. والقاعدة شوي سويت فيها عملية خدش او تهشير. ليش؟ لاني بلحم. هذه الشريحة في القاعدة. استخدمت طينة سايلة. هذه طينة باودر نخلطها مع ماء تصير مثل الجلو حق أجزاء الطين. ولصقت الشريحة مع القاعدة وخليت سبورت داخل حبل عشان يكون بين الشريحة والقاعدة. خليت هاي الملمس أو التكستشر بهاي القماش دانتيل يعتبر. خليته بهاي وفردت عليه عشان ياخذ هاي التكستشر. وبعدها شلون سويتي حركة المسكة يعني؟ الهندل إيه؟ طبعا الهندل لازم اراعي شيء مهم ان الطينة ما تكون عندي لينة، لازم تكون يابسة، تكون ولا يابسة تكون في الليذر كيس حالة التجلد. هاي مصطلح خزفي. تكون الطينة لا هي جافة ولا هي لينة. شنو السبب؟ لان اذا لينا بتترطرط بتاخذ شكل ثاني بتهبط اي بتنزل، واذا خشنا بتنكسر. فتكون في الحاله الوسطى اللي هي الليذر يعني. كيس عشان اقدر حتى اتحكم فيها بالشكل اللي ابي. وش قد ياخذ لها لما تصير خلاص يعني صلبه؟ هي حسب الجو يعني. عادي ان اخليها مثلا ساعه ساعتين في الهواء انه شوي تمسك نفسها. بس مباشرة يكون لا غلط. يعني عادي ممكن حتى أنها تنقص. صح لأن تكون لينة وايد. يمكن القاعدة تكلمتي عنها وعن قصيتيها. هل سمك القاعدة يفرق في الموضوع ولا لا؟ يعني لأن ممكن أن أنت بتحط فيه أشياء حارة. هل السمك لازم ضروري يكون سمك معين؟ السمك طبعا ما يكون كلش خفيف رقيق. لان شنو البنيه عندي هذه هي الاساس. اشوف انا الحين الكوب مالي احس فيه هل هو ضعيف زين من الاساس. الاساس ابني صح لان هني عندي بناء قاعده ابني جسم. فالبناء مالي اشوفه من البدايه هل هو قوي. اللحام عندي شيء اساسي. فضروري القاعده ما تكون رقيقه ولا تكون سمك مبالغ فيه، لأن السمك المبالغ فيه وقت الحرق ممكن أنه حتى يفرقع من الشكلي. فلازم إيه لازم أراعي الثيكنس عندي جدا مهم في الخزف. إيمان الحين بالنسبة حق مثلا الكوب اللي سويتي، أنا أقدر أستعمله مثلا كمكان أحط فيه الأقلام فرشة المكياج ولا غيره، أو حتى كبازة زرع. صح لأنها في النهاية الشكل حلو وتحفة جميلة. بس إذا أنا عرضت سواء كانت حق حرارة الصيف حق الرطوبة
يتبرع في أجواء ما تتأثر القطعة؟ عادي. ليش؟ لأنه هو أوريدي داخل حرق 1000 وأكثر، فما يتأثر ب 50 درجة أو 60 درجة ما تفرق عندك على الألوف. فهو أوريدي داش حرق مرتين، المرة الأولى 950 والثانية عند 1000 وأكثر، فما يفرق عنده. صيف البحر ما يفرق عنده. صيف البحر ما يفرق عنده. يمكن السؤال الثاني، يمكن الناس ما قالت إيمان في البداية أنه هو بسيطة يعني الحركة، ولا أنك تسوي الكوب شيء سهل، ولكن الحين قاعد أطالع لما بتسوي شغلة واحدة مثلا كوب واحد سهل، بس بتسوي الحين طقم ست كامل، ست كامل، شلون تقدر أن أنت يعني تضبطهم كلهم مع بعض يكونوا نفس الشكل؟ حسب المقاسات. زين هنا عاد لازم مسطرة أكيد. المسطرة عندي مقاسات موحدة أستخدمها، فموضوع ان المقاسات اوحدها مو شيء صعب. دام عندي ادوات القياس يختلفون التكتشر بس، صح؟ التكتشر بينهم بين بعض، لان بيصير نفس اللي ما قلتي انت، هاند ميد مو بيرفكت. هو ترى يعني اللي بيدقق بيدقق، حتى لو انت اعتمدت على المقاسات، اللي بيدقق كذي عنده عيون خارقه يعني بيكتشف شوي مليات بسيطه يعني في العمل، لكن هو في النهايه الشغل هاند ميد يعني. إيمان انا ودي اسالك عن البروشه اللي حطتها، هاي انت مسويتها؟ هذه شغل فنان اسمه حسين درويش، يشتغل في المعادن ما شاء الله بحرينيين كل شيء ما شاء الله. فانا احب البس اشياء بحرينيه. اوكي، حتى الساعه، حتى بعد الساعة. شغل علي رستم اللي اشتغلت مع الخشب شنطه، فأحب أن ألبس شيء بحري. الحين أنا اللي بسألك، الحين يمكن شفنا الخشب صار كأكسسوري، صار كشنطة، صار كأكسسوارات والمعادن، هل فكرت تدخلين خزف في موضوع مثلاً أكسسوريز، إنه يكون مثلاً نفس القطعة شيء وتغلفينها مثلاً بمعدن وتنلبس كسلسلة؟ أنا سويت أكسسوارات تنلبس، كنت ألبس يعني أيام الدوام على طول ألبس، وحتى كانوا يطلبون مني الإدارة في المناسبات توزيعات حق المدرسات وكذي أكسسوريز. حلو. فيستانسون المدرسات بهاي الحركات. وجاني بعد قبل طلبات حق اكسسوارات الى الامارات، نكلسز، فاسوي بتسوي. وحاليا في مشروع قادم عندي نادمج خزف مع خامه ثانيه. كنت اتمنى المقابله تصير بعد هاي الشغل، بس ما مدى، قالوا انه خلاص البرنامج ولا يهمك ان شاء الله يستمر ان شاء الله. انا احب ادمج الخزف مع خامات ثانيه، اطلع بشيء جديد، شيء حلو، واحب اتعامل مع فنانين بحرينيين نبرز بعضنا يعني في النهاية. دائما اذا الفن البحريني يعني الفنون البحرينيه تندمج مع بعض، حمد تطلع لنا قطع حلوه، نفس يمكن الشنطه اللي عندنا، ونفس ما شفنا يمكن اللي لابستها. اي في وايد اشياء ممكن يصير في دمج في الفنون البحرينيه يعني. صحيح. اتوقع الخزف هو مو بس فقط يعني كنت تشوفه قطعه، بالعكس نقدر نستعمل اكثر من شغله. صحيح صحيح، الخزف له استخدامات عديده جدا. اتوقع لان الكل ساعد بعض وتجمعت الفنون بيصير في ساحه فنيه. صح، بنكمل بعض. صح. صح. صح اكيد. كل الشكر لك إيمان الغسرة، نورتينا اليوم، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. كلمة عندك. بس كنت بسوي حروف. قلت يمكن عندي وقت. اوكي، نقدر ان احنا نسوي اسمنا، فكنت فكنت حتى لو نطبع يعني من الوورد اسم حلو. اوكي، بس ما مداني للاسف، وننزل الحروف على الطينه ونقطعها ونلصقها بالله هي الطينة. حلو، يعني يصير نفس القطعه لهني. اي يصير شيء كاستم. حلو، وايد حلو. حلو والله، بجرب اكتب اسمي. هي الورقة مكتوب عليها اسمها وهي السمية يعني، فخلاص. لا، هو للأمانة كنت مسويته لك بس ما مدى. قلت الاسم بسيط، أربع حروف بس، سهل. اسمك شوي طويل فما يمدي للوقت. كله مظلوم أنا. لا لا. يلا مو مشكلة. يعطيك العافية إيمان، نورتينا، وأكيد أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، ما قصرتي. وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة نهاية الأسبوع. مع السلامة. مع السلامة.